كولوسي 2. لاني عايز تعرفوا انهي جهد لي عشان خاطركم وعشان خاطر اللي في لوديكيا وكل اللي ما شافوش وشي بالجسم، عشان تتعزق قلوبهم وهي متوحده في المحبه، لاجل كل غنى تاكد الفهم، عشان معرفه سر الله الاب والمسيح اللي مخزونه فيه كل كنوز الحكمه والعلم. ولكن بقول ده عشان محدش يخدعكم بكلام حلو بنفاق، لاني ولو كنت غايب بالجسم لكني معاكم بروح فرحان، وشايف الترتيب بتاعكم ومتانة الإيمان بتاعكم في المسيح. فزي ما قبلتوا المسيح يسوع الرب امشوا فيه، وليكوا أصل ومبنيين فيه وثابتين في الإيمان زي ما تعلمتوا، وانتوا فايضين فيه بالشكر. فتحوا عنيكوا ليكون حد بياخدكوا أسرى بالفلسفة وبغرور فاضي حسب تقليد الناس، حسب مبادئ العالم ومش حسب المسيح، لأنه فيه بيحل كل ملو اللاهوت بالجسم، وانتوا مملئين فيه اللي هو راس كل رئاسة وسلطان، وبيه كمان الطهر طهور مش معمول بإيد، من خلال خلع جسم خطايا البشرية من خلال طهور المسيح. مدفونين وياه في المعمودية اللي فيها اتقومتوا كمان معاه من خلال إيمان عمل الله اللي قومه من بين الميتين. ولما كنتوا ميتين في الخطايا وعدم طهور جسمكوا، عايشكوا وياه وهو بيسامحكوا عن كل الخطايا، لما لغى الكمبيالة اللي علينا في الفرايد اللي كانت ضدنا ورفعها من الوسط وهو بيسمرها على الصليب، لما شد سلاح الرياسات والسلاطين شهر بيهم على الملا فانتصر عليهم فيه. فمحدش يحكم عليكم في اكل ولا شرب ولا من ناحية عيد ولا هلال ولا سبت، اللي هي ظل المواضيع اللي كانت جاية، اما الجسم فللمسيح. ما يخسركوش حد الجايزة وهو عايز تواضع وعبادة ملايكة ويتدخل في اللي ما شافوش ويتنفخ على الفاضي من عند عقله بتاع الجسم، ومش متمسك بالرأس اللي منه كل الجسم من خلال مفاصل وربط يساعد بعضه ويتحد فيكبر كبر من عند الله. يبقى لو كنتوا متوا مع المسيح عن مبادئ العالم، يبقى ليه كأنكوا عايشين في العالم تتفرد عليكوا فرايض ما تلمس وما تدقش وما تجسش، اللي هي كلها بتخلص لما تستعمل هي حسب وصايا وتعليم الناس اللي ليها مظهر حكمة من خلال عبادة مصطنعة وتواضع وقهر الجسم ملهاش قيمة، هي عشان إشباع الميول البشرية.